مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من القاهرة. لقاءنا اليوم سيكون مع مجموعة من الموضوعات المتنوعة، لكن في مقدمتها الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر العربية إزاء عدد من القضايا وتحقيق حالة من التكامل العربي والترابط في مواجهة التحديات العربية والعالمية الراهنة، وخاصة تعثر إمدادات سلاسل الإمداد والغذاء بسبب أزمة حرب روسيا وأوكرانيا. الموضوع الأول سيكون هو توجيه مصر لعدد من الجهود لتحقيق حالة من الترابط العربي لمواجهة مثل هذه الأزمات، وتكوين موقف عربي موحد ومتكامل إزاء عدد من القضايا. الموضوع الثاني سيكون في هذه الحلقة هو موضوع الجهود الحكومية المصرية للتوسع في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية تحقيقا لهذه الحالة المفترضة في الجانب السياسي، وهي حالة التكامل العربي. تحقيق التكامل العربي سيأتي من خلال جهود الحكومة المصرية المتواصلة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لتحقيق الانتعاش المأمول في الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. نبدأ هذه الحلقة بإلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات الأخرى ليكن في مقدمتها ما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محجوب رئيسا لمحكمة النقض المصرية، والمستشار عادل فهيم عزب رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة. أيضا ضمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد استقبل اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ثمن الرئيس مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحافل والمحطات التاريخية المهمة والمفصلية. نتابع التفاصيل من خلال هذا التقرير. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد القاضي محمد عيد محمد محبوب رئيسا لمحكمة النقض. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيسا لمجلس الدولة. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشدداً سيادته على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى مصر، طالبا سيادته نقل تحياتي لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حيث أكد السيد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد النهيان، والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمنا سيادته مواقف الإمارات الداعمة لمصر
في العديد من المحطات التاريخية المفصلية. من جانبه أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا للسيد الرئيس تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ومؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لا سيما قطاعة الطاقة والنقل والموانئ والسياحة. كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما سمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك. نتحول إلى عدد من الموضوعات المحلية والأخبار المحلية، حيث قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية يهدف لتعظيم عائد إنتاج الثروة السمكية ورفع جودتها البيئية وتطوير المناطق المحيطة بهذه البحيرات والمجاري المائية. جاء هذا في اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها. وأكد مدبولي أن الاجتماع يستهدف استعراض مقترحات استغلال البحيرة ومحيطها إلى جانب تطوير الموانئ والمراسي المائية للصيادين وخلق تجمعات عمرانية وسياحية جديدة تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين القاطنين حولها أو بالقرب منها. في موضوع التعليم، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي بشأن مسابقة تعيين 30,000 معلم مساعد أن المسابقة ستتم بمنتهى النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن المعيار الأساسي والرئيسي هو توافر الشروط المطلوبة واللازمة في المتسابقين. تأكيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين 150,000 معلم مساعد على مدار 5 سنوات لسد العجز في أعداد المعلمين، أعلن دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التقديم للمسابقة في التعاقد مع 30,000 معلم مساعد كمرحلة أولى بحضور دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. فخامة الرئيس وجه منذ فترة بدراسة العجز في الحتتين دول، في الكثافات الفصول وفي المعلمين. بس نفكر حضراتكم دايما الدولة بتردد موضوع الزيادة السكانية، احنا بنزيد كل سنة على منظومة التعليم المصري فوق 800,000 طفل. 800,000 طفل دول لو كان ما فيش عجز اصلا بيحتاجوا 16 مليار جنيه فصول جديدة، ده أكبر من الموازنة المتاحة للأبنية. نظام التعليم الجديد اللي ابتدى سنة 18 محتاج كفاءات وتدريب مختلف وفكر مختلف ولسه ماشي لقدام، ماشي وصل للصف الخامس الابتدائي، فلازم في التخطيط بتاعنا نبقى عارفين مين اللي هيقوم بالمهمة دي في السنوات اللي جاية، لأن قطار التطوير ده رايح لسنوات أولى وتانية وتالتة إعدادي، أولى وتانية وتالتة سنة. فإحنا في الأربع خمس سنين الجايين بنتكلم على احتياجات مش بس عددية، عددية ومهارية. من جانبه أكد دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن المسابقة ستجرى وفقا لمبادئ الشفافية والعدالة، وأن التقديم والاختبارات الإلكترونية وفقا لأفضل المعايير العالمية من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. للمقبولين إن شاء الله بإذن الله للاختبار الإلكتروني، الاختبار الإلكتروني مكون من 5 محاور رئيسية. المحور الأول وهو الكفايات السلوكية،
فاحنا بنختبر في الجزء ده في القدرات، وعندنا جزء في المهارات الوظيفية. ماذا نريد من سمات يجب أن تتوفر في المعلم؟ احنا لكل وظيفة من الوظائف لها سمات تتعلق بيها. المحور الثاني وهو الكفايات اللغوية. الكفايات اللغوية هنا عندنا اختبار في اللغة العربية، ولدينا اختبار في أحد اللغات الأجنبية التي يدعي المتقدم أنه يجيدها. ووجه الرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رسالة للمتقدمين مفادها أن نقطة الاتصال الوحيدة بين المتقدمين والجهاز هي بوابة الوظائف الحكومية، والتي ستعلن يوم 27 من الشهر الجاري الشروط لتقديم المسابقة وفتح باب التقديم رسميا من 2 يوليو القادم وحتى 24 من نفس الشهر. 150 ألف وظيفة معلم مساعد، أكبر مسابقة في تاريخ مصر على 5 مراحل، إيمانا بأهمية التعليم والتعلم وخلق جيل قادر على قيادة والتنمية. من داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبد الحميد صقر، النيل. أما المجلس الأعلى للجامعات فعقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد أول اجتماع له بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع القواعد الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي المقبل. هكذا بدأ المشهد في العاصمة الإدارية الجديدة على مستوى حي الوزارات، وبنظرة إبهار للشكل الحضري والجمالي، المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الأول بمقر الوزارة الجديدة بالعاصمة الإدارية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليستهل الاجتماع بتقديم واجب العزاء لأسر الضحية طالبة المنصورة نيرة أشرف. أيضا قواعد وإجراءات التنسيق للعام الدراسي الجامعي كانت محل اهتمام من جانب المجلس. العاصمة ليست حلم، العاصمة أصبحت واقع ملموس، فمن هنا كان رسالتنا كمجلس أعلى الجامعات أن ينعقد هذا الاجتماع الهام في رحاب العاصمة الإدارية الجديدة. اتكلمنا أيضا على الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية التي ستكون خلال أجازة الصيف للطلاب. اتكلمنا على قواعد التنسيق، ودي حاجة مهمة جدا أن بيعتمد المجلس الأعلى للجامعات القواعد الخاصة بتنسيق الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وأيضا الشهادات العربية والشهادات الأجنبية بنفس نظام العمل مثل السنوات السابقة. اتكلمنا أيضا على عملية الإعداد بعد ما تقدمنا بالعزاء إلى جامعة المنصورة لفقيدة جامعة المنصورة الطالبة بكلية الأداب، على أهمية الالتزام ودعم الدعم النفسي ودعم الوعي داخل الجامعات علشان نقدر ان احنا نحل مشاكل قبل حدوثها. اعضاء المجلس الاعلى للجامعات وجهوا الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الانجاز والاعجاز الذي تحقق على مستوى التشييد والبناء، اذانا بالتمهيد للانتقال التدريجي للعاملين بالوزارة خلال الفترة المقبلة. لمسنا الانجاز الضخم اللي تم خلال الفترة اللي فاتت وما زال يتم الحقيقة، كلنا لمسنا مفهوم الجمهورية الجديدة من خلال هذه العاصمة الطموحة اللي فيها مستقبل فعلا، العمران المصري واضح، هو ده الجيل الجديد اللي احنا هيطلع يلاقي هذه الإنجازات. هو الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة بمقر وزارة التعليم العالي، ليبعث برسالة مفادها أن العملية التعليمية بدأت تدب روحها في هذا المكان، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات وفي مقدمتها قواعد وإجراءات التنسيق على مستوى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بالإضافة إلى أهمية الدعم النفسي والمعنوي لطلاب الجامعة على خلفية حادثة المنصورة الأخيرة. من مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد. نتحول إلى موضوع آخر في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، حيث شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان. ضمت تلك الدورات عددا من الدارسين المصريين عسكريين ومدنيين، وعددا من الوافدين أيضا من الدول الشقيقة والصديقة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، واللتين ضمتا الدورات رقم 45 من كلية الحرب العليا، والدورة رقم 51 من كلية الدفاع الوطني، والدورة رقم 23 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية
كذلك الدورات رقم 71 أركان حرب عام، والدورتين رقم 43 و44 أركان حرب تخصصية، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وضمت تلك الدورات عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان. تناول الإسهامات العلمية والبحثية التي تقدمها الأكاديمية وكلية القادة والأركان. وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان. عقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة دراستهم بالأكاديمية وكلية القادة والأركان. وفي نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين، كما هنأهم على ما حققوه من إنجازات طوال مدة الدراسة، وأوصاهم بضرورة استكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لإعداد الكوادر المؤهلة بكافة القطاعات وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري. كما أشار إلى أن القوات المسلحة المصرية أصبحت قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من كوادر بشرية مدربة وتسليح متطور يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها ومهامها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته. أما وزارة الداخلية فواصلت حملاتها الأمنية الهادفة لمواجهة جميع أشكال الجريمة على مستوى الجمهورية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي. نتابع التفاصيل. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط عدد 392 عنصرا إجراميا بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 228 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 99 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 736 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاشان، 102 بندقية و66 بندقية آلية و36 مسدسا و530 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و80 خزينة، إضافة ل 1132 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام
في تنفيذ 457,375 حكما قضائيا، من بينهم 1644 حكم جناية، 168,013 حكم حبس، و 224,296 حكم غرامة، و 63,422 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 30 متهماً، قاموا بارتكاب 44 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 94 حادث ما بين قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 124 متهماً، كما تم إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1178 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 217 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 1687 ونصف كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من بذور القنب البانجو وزنت أكثر من 50 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 35.5 كيلوغرام، وضبط قرابة 6 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 9 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 67,462 قرص مؤثر و2620 قرصة ترامادول مخدر. كما تم إبادة 12 فدان منزرعة بنبات القنب البانجو، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 50 مليون جنيه. كما تم ضبط 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وكذلك تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 44 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. ومشاهدين الكرام، ضمن متابعتنا لعدد من الأخبار والموضوعات في هذه الحلقة، انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 77 مادة من إجمالي 95 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة خلال الجلسة العامة اليوم، على أن يستكمل باقي المواد غدا. يهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.